أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل آخر يقول: ما حكم الطواف في القبور ودعائها من دون الله؟ وهل يحكم على من طاف بها بالكفر والشرك أم لا بد من إقامة الحجة عليه أولا؟ الطواف بالقبور بدعة، الطواف بالقبور بدعة وتشريع دين لم يأذن به الله، إن الله لم يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق فقط، وليس هناك شيء على وجه الأرض يطاف به إلا البيت العتيق الكعبة المشرفة. فالذي يطوف على قبر أو على مقام فهذا قد شرع دينا لم يأذن الله به، فهو بدعة. وإذا كان يتقرب إلى الميت بهذا الطواف فإنه يكون شركا أكبر. أما إذا كان يطوف بالقبر تقربا إلى الله، تقربا إلى الله، فهذا يكون بدعة لأنه شرع دين لم يأذن به الله، ولا يكون شركا لأنه لا يقصد صاحب القبر، لكن ظن إن الطواف عنده فيه فضل وأنه مشروع، فهذا يعتبر بدعة وضلالا، ولكن لا يصل إلى حد الشرك ما لم ينوي الميت بهذا الطواف والتقرب إليه. فإذا نواه وتقرب إليه بهذا الطواف فقد عبده من دون الله عز وجل، لأن الطواف عبادة. فإذا طاف للميت يخافه أو يرجوه فقد عبده من دون الله عز وجل، هذا شرك، شرك أكبر. وأما قضية أنه جاهل، فالذي يعيش في بلاد المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم قامت عليه الحجة، هذا قد قامت عليه الحجة لكن لا يريدها، يريد الاستمرار على ما هو عليه، ولم يلتفت للقرآن ولم يلتفت للسنة ولم يلتفت لكلام أهل العلم، فهذا معرض، هذا معرض ولم يقبل الحجة. نعم.